باقي كي نحكيو على كرامه الفنان ستاتيو د لارتيست حاجه اللي كان فيها مساله لي دروا دوتور في تونس اللي هي معضله كبيره حسب تقديري على الاقل اكبر من التقييم نتاعها الحالي ان ما نجموش في تونس نطبقوا القوانين او الاتفاقيات الدوليه اللي مصحين عليها عندنا تقريبا على الاقل ثلاثه اتفاقيات دوليه تعنى بحقوق المؤلف مصح عليها تونس لكن انها ترجمها للسياسات والواقع حاجه صعيبه برشا خاطر زاده فما اون شين دو فالور ايكونوميك زاده نلقاها في البلدان الغربيه اللي اعتمدتها واحنا في دول الجنوب عموما وتونس بالاخص صعيب ان نطبقوا هذاك لكن فما دي نوسيون اخرين كيما ليسونس جلوبال كيما وين وصلت اليوم الريفليكسيون على الحكايه هذيا خاطر انا لامبريسيون اللي ديما فما حملات تحسيسيه واسابيع تحسيسيه وكلام على حقوق المؤلف لكن كل شهر رمضان فما فنانين يتشكاو من استغلال لي زوفر نتاعهم لي زوفر ميوزيكال مثلا في المسلسلات وفما زاد ممثلين مثلا او دي سيناريست يتشكاو من عدد عرض المسلسل والاعادات نتاعو من غير ما هما يكون عندهم حقوق مجاوره دونك وين وصلنا في الشانتي هذايا هل انه اليوم فما نظره فما اون فيزيون للمساله لي دروا دوتور تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيه التونسيه اللي انت كنت حكيت عليها بكري وعلى اهميتها هو فريمون سي سي ان سي ان بروبليماتيك حاطينها في التوب 10 نتاع الحاجات اللي قاعدين أيوة. نخدموا عليهم مؤسسة حقوق المؤلف في تونس والله الحقيقة يفون ديكسلون بولو معناتها ديكسلون بولو دون لو سونس افيك الاليات الموجودة وكما قلت خاطر هي مش باش تخدم حد باش تخدم افيك توت ان ايكوسيستيم اللي لازم هو يكون هو بيدو يحترم حقوق المؤلف يمكن الحاجة نحكيو سوغ لو بلان فينانسي اليوم هي تعطي في لي ريتروبيسيون لي دروا دوتور باللي رولوفي اللي عندها معناتها اما الحاجة اللي هي أهم حاجة صارت الجمعة هذه بالنسبة لي دروا دوتور هي لا كوبي بريفي لا كوبي بريفي تعدى المرسوم اللي هي دونك لا ليست نتاع لي برودوي ايتي إيلارجي واللي هو تعرفوا لي 1% دو سيت ريدوفانس تمشي لصندوق التشجيع على الابداع اللي هما سي لي دروا دوتور اللي هما يمولوا لي دروا دوتور في تونس دونك اليوم ديجا سي هذا سي ان با دو غاني معناتها هل انه قاعد يمشي المونتون هذا شنو المونتون هذا لي 1% هذا هو دروا دوتور قاعده تعطي بيان سور واستوى في جويي باش نبداو في لي دروا فوازان معناتها باش تكون لا بروميير فوا ومشيو يديو يعطيو لي دروا فوازان فين المشكل هو يلزم معناتها توا حتى كي نحكي معاهم وتعرفوا معناتها فيها كفاءات كبيره مؤسسه يقول لك احنا اون دوا انكور ديفلوبي الاليات اللي عندنا المشكل اللي مع شنو؟ مع التلفز ومع لي راديو فهمت هل انه مثلا فما تنسيق ما بين لوتيداف والهيكل؟ خاطر كراسات شروط نتاع وسائل الاعلام السمعي البصري حتى مع اليوم انهم يخلصوا معناتها اليوم مازلنا نمشيو بسياسه الاقناع والحوار وراو سي امبورتون اما ينجم يجي نهار تولي معناتها ومشاو راهو معناتها قضاء ومؤسسات لو تيداف والهيكا هل انه توا 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 ليه فما تنسيق مي توا في السياسه في المشروع الجديد معناتها نحبوا يكونوا معنا شريك في الحكايه هذايا الحقيقه مازلت ما قابلتهمش مازلنا ما عملناش جلسه رسميه احنا توا قاعدين سورتو نعزوا في الميزانيه اللي باش تعطي حقوق المؤلف وقاعدين نخدموا على الاديزيون ديجا في بالك اللي عندنا مشكله نتاع لي زوتور والفنانين التوانسه ماهمش برشا معترفين بها ما يمشيوش ما يقيدوش بورتون 5000 راهي ولا نو قد ايه 20 دينار لاني معناتها اليوم فما فنانين كان حتى قاعدين معناتها معروفين وماهمش قاعدين في لوتيداف فما زاد مشكلة أخرى أنه بعض الفنانين التوانسة اللي عندهم نشاط كبير في انتظار أنه لوتيداف توجدت والإجراءات اللي تتبعها والانخراط فيها تتوجد مشاو قايدوا رواحهم في الساسان نعم
وفما صعوبة يقول لك أنت مقيد في السيستم ماكش مقيد عنا، لكن فما مساعي لأنه يصير تنسيق باش يولي أوتوماتيكمون الارتيست التونسي اللي مقيد في السيستم مقيد زادة في لوتيدا في فيس فيرسا. وين وصل للشيء هذا؟ والله جو با تريبوند، ما عنديش لين ريبونس، مي جو سي كو فما برشا فنانين مقيدين في السيستم ومش مقيدين في لوتيدا، وحتى شيء ما يمنعك راهو باش تقيد في لوتيدا حتى كان أنت مقيد في السيستم. فما شكون، شوف نقول لك شنو تحب نقول لك شنو مربط الفرس، سي اون كريز دو كونفيونس، فما مشكل ثقة. هذا أنا حسيته حتى وقت كنت في السينسي، نحس اللي فما علاقة ثقة مهتزة ما بين الفنانين والمتدخلين في قطاع الثقافة مع وزارة الثقافة ومؤسساتها. اليوم فما يقول لك يا خويا ما 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 حشيش بيك، لا تعطيني دعم ولا تحكي معاه ولا حاجه، اما يحاسبك شنو انت تو دو ايتر لورغانيزم ريغولاتور، لازمك تحضر القضيه القانونيه، لازمك تصلح تعمل التشريعات اللازمه باش انا نخدم على روحي، ما تعطيني حتى شيء. دونك اليوم فما شكون حكيت معاه نقول له انت علاش ما مشيتش قايد في لوتي داف مثلا، فهمت؟ تيقول لك انت بربي حكايه فارغه، انت باش يعطيني؟ معناتها ماهمش مأمنين اللي راهو فما اون فولونتي. كيفاش يمنوا؟ باش تعملوا باش يوليوا يمنوا. سي فري اون فا فيغ ان بروجي ريفورميست بور دو فري. ما تنجمش تقول له امن بيا بسيف ولا اعطي فيا ثقه. انا نعرف اللي الثقه معناتها تكتسب. دونك ما نجمش نقول للعباد بربي راني جو سوي تري سانسيغ خذ، يلزمني نخدم ويلزمني نكون فما ريزولتا ان امباكت كي راهو سور لو تيران، كيف راهو فما حاجه دي بروجي بيلوت بالكش يولي يمنوا. نعرف اللي هذايا سي ان ترافاي دو لونغ الين، اون بو با دوموندي او جون دو كروار ان بروجي ولا اون فيزيون، اما يفو كروار مؤسسات على الاقل. معناتها كيف تقول راهو لو تي داف حتى تجيكش حتى 3 ملايين في العام، راهو c'est un premier pas. هي بيتا قاعدة تطور في إليتها، قاعدة تلقى مش شوية 3 ملايين في العام، فما شكون ياخذ أكثر اللي مقيد راهو. شوف يسفي تو سامبلومون، أنا مش نقول جو سوي تخي، أنا ما نحبش البسيميزم في حياتي. نقول عندي قدامي أن تابلو دو بور، في بلايص كحل وبلايص بيض، أو موان جو تاب سور لي بورت اللي فيهم حاجة بوزيتيف. معناتها جو كونستروي افيك سي جون لا، اي باراليلمون جو ليز افيرتي ك البلايص الكحول نقول لهم بربي تلهيو بالبلاصه هذيك ولا البلاصه هذيك. علاش قلت لك لا كونسيرتاسيون والتشارك، معناتها اتر دون اون ديناميك بارتيسيباتيف باش تنفع الوزاره. موش راهو برشا ناس يقول لك ليه هذه شنيا الشعبويه والتشريك وماكم شركتونا قبل وما عملتوا شيء وكل، مانيش توا معناتها ليسبري التشاركي مش في اطار الشعبويه ولا نكسبوا في العباد. ليه؟ باسكو اون بوزوان دان سون دو كلوش دو تيغا، حاجتنا بالوقع نتاع الواقع الثقافي اللي يعيش فيه الفنان والمبدع. ودايوغ حتى برشا ناس قلت لك فما ان كوليغ ونحس فيها وكل شيء، مي بالنسبه ليا مشروع دونك جون كيس نقول ميسالش على خاطر ويلزمني ديما نقعد جي في توجور دون سيت لوجيك بارتيسيباتيف، على خاطر هذيك اللي هي كيفاش باش نجم تعاود تبني ثقه، معناتها انا والاطارات اللي معايا والمؤسسات الكل ما كيتش باش نجموا نبنيهم.